انتوا بعتولي في طلباتكم اللي نفسكوا فيها وصفة البسكوت العملاق. هنعمل الأحلى، هنعمل بيتزا وبسكوت لذيذ مع بعض، والوصفة دي اسمها بيتزوكي. أحلى حاجة وإحنا بنعمل البيتزوكي إننا بنحط كل مكونات الوصفة في طبق واحد بس. يلا هنجيب في البداية نص كوباية من الزبدة الناعمة غير مملحة. هنا بقى هنستخدم نوعين من السكر، هنحط ربع كوباية من السكر الأبيض والسكر البني. بعد كده نخلطهم كويس قوي. دلوقتي هضيف عليهم كوباية واحدة ومعلقتين كبار دقيق، صودا الخبز نص معلقة صغيرة، وهضيف مسحوق القرفة الناعمة. دلوقتي بقى هبدأ أقلبهم بالراحة جداً. لو فضلنا نقلبها بسرعة فوق وتحت هتطلع عجينة البيتزا بتاعتنا ناشفة جداً، فنقلب بالراحة لغاية لما المكونات الجافة تختلط ببعضها. لازم وقتها التقليب يقف. دلوقتي هضيف على وصفتنا أكتر حاجة بحب أكلها في يوم الحب، هي شرايح البطاطس. الملح اللي فيها هيوازن طعم الوصفة وهيعمل فرق كبير، وهتبقوا حاسين إن الطعم مختلف ومميز بسبب الملح، وطبعاً القرمشة اللي هنحس بيها بسبب البطاطس. هنكسرها بالشكل ده وهنضيف قطع الشوكولاتة، علشان مين ما بيحبش الشوكولاتة، وطبعاً المارشميلو. ودلوقتي هنقلب كويس. أنا حاسة كده إن المكونات ناشفة شوية، علشان كده هضيف معلقة أو معلقتين كبار من اللبن العادي. أكتر حاجة الناس بتحبها حلوة ألوان قوس قزح، مين فينا ما بيحبهاش؟ مش هحط كتير منها علشان هستخدمها تاني كمان شوية وهزين بيها. دلوقتي هقلب تاني بالشكل ده كل المكونات مع بعض. هنجمع بإيدينا كل المكونات. العجينة دلوقتي بقت على شكل كورة متساوية تقريباً. شوفوا كده، هو ده الشكل، وده معناه إنها جاهزة للخبز. هدهن الطاسة كلها بالزبدة. الكلمة الفرنسية للحركة دي اسمها شوميزي. كلمة شوميزي معناها طبطين الطاسة بالزبدة من جميع الجوانب، من فوق وتحت، علشان الطبطين يبقى سليم ومفيش حاجة تلزق. ودلوقتي هنضيف شوية دقيق صغيرين. الطاسة خلاص بقت جاهزة تماماً، ودلوقتي هنحط فيها عجينة بيتزا البسكوت، يعني البيتزوكي بتاعنا.